المرحلة. سمعت بآخر الأخبار من تونس الإفراج عن والدي البنية اللي وصلت إلى سواحل إيطاليا وحدها؟ اللي سمعت ونشرت كذلك على نشرت ذلك هذا نشرت في تدوينه سمعت معناها باللي صار الافراج عنهم دونك توا على خلال. شنو هو السيناريو الاقرب؟ هل سيتم منح والديها التاشيره للالتحاق بها ام سيتم ارجاع البنيه الى تونس؟ ولا شوف هو ارجاع البنيه الى تونس راهو حسب القانون الايطالي لا يمكن. يمنع ترحيل قاصر الى تونس باش نكونوا واضحين. دونك انا كنت نسمع معايا في معايا المتحدث باسم محاكم المونستير والمهدي سي فريد بن شحال. فريد بن شحال دونك قال بلي كونه القضاء التونسي ولكن انا نظن بلي كونه هناك زاد كذلك معناها يلزم القضاء التونسي يدخل في معناها ينسق مع القضاء الايطالي لانه حسب القانون الايطالي ممنوع الترحيل القاصر. في هذه الحال يمكن للقضاء الايطالي انه يتدخل في امور التاشيره ومنح الوالدين تاشيره حتى انه يلتحقوا بالقاصر معناتها يحمي القصر أنا في بريطانيا؟ انا الى هذه المعناها الى هذه المعناها اللحظه معلومات معناها عندي كونه هناك نيه يعني ماهيش معناها ليست كما نقول احنا ماهيش معناها ماهيش كونفيرمي انه باش يقع لكن هناك نيه ويقول لك باللي كونه هناك المصلحه الفضلى للقصر هي تقتضي انه يقع معناها جلب والدي بالتالي باش يمشوا في المنحه هذاك هم مازالوا معناها فهمت مازالوا ما قرروش و ثم ان شاء الله في الايام الجايه تكون تصير تطورات وممكن نعرف معناها فهمتي هل انه اكيد باش يصير هدايا والا باش يصير معناها منح اخر وبطبيعه الحال هما طارحين على نفسهم انه لازم هناك معناها فهمتي تواصل دبلوماسي ما بين سواء كان الجانب الايطالي او الجانب التونسي من اجل يعني ايجاد حل انسب في هذه الوضعيه. شكرا جزيلا يعطيك الصحه سيد مجدي الكرباعي، شكرا على جمله التوضيحات اللي قدمتها يعطيك الصحه.